لكم مشاهدينا مساء الخير عليكم كل مشاهدين اللي بينضموا لمتابعتنا داخل وخارج الوطن الحبيب. فقراتنا مستمرة معاكم ودي واحدة من الفقرات المعدة اليوم من تيم في حضرة المساء، فقرة أضواء على بطولة الجمهورية لتنس الطاولة يا محمد. بينج بونج بينج بونج، تعرفي تلعبيها ولا لا؟ بعرف طبعا تنس الطاولة وأهميتها في حياتنا اليومية، وهل يمكن أن يكون لها جمهور كما جمهور كرة القدم وأهمية هذه اللعبة؟ طبعا هي لعبة شعبية موجودة في كل العالم، شوية في السودان الناس مشغولة بصفوف الرغيف وإذا كان موجود الفطور والغداء وغيرها من التفاصيل، والناس بتبحث عن لقمة عيش كريم، لكن هذه اللعبة هي رائجة ومشهورة في كل دول العالم، وهي منذ العام 1890 نشأت هذه اللعبة تنس الطاولة. فكيف لهذه اللعبة في السودان؟ هل يمكن أن تكون هي بخير؟ هل هي تمارس في الأندية؟ إذا كان في الكافيهات؟ أخيرا في بعض من الجامعات، في أماكن النشاط الطلابي، في بعض من أماكن هذه اللعبة، وحتى في بعض من الأحياء الشعبية أصبحت تمارس هذه اللعبة. وعلامة استفهام، هل تمارس من قبل النساء أم أكثر ربما تمارس من قبل الرجال؟ توسل بالتأكيد يا محمد، ومنذ أن نشأت بتاعتها من العام 1890 مرت بمراحل عديدة جدا وتطورت بها. صحيح. نحن عاوزين نشوف شكلها الحالي وصلت به لعبة التنس، وصل لوين مع رفقة ضيوفنا الكابتن عصام بدوي مدير البطولة ونائب السكرتير. أهلا وسهلا أستاذ توسل، أهلا أستاذ محمد يوسف، حياك. وتحية لجمهور مشاهدي قناة الهلال العظيم. أهلا وسهلا بك اللاعب أحمد محمد عبد المجيد، كيف حالك؟ بيكم بيك تمام بخير؟ الحمد لله. طبعا اللعبة دي بيلعبوا بس كلام دي يكون دائما بالقطارة زي ما يقولوا، لكن حنلعب على الهواء نجاحهم في اللعبة دائما. كابتن عصام، نبذة تعريفية عن هذه اللعبة الشعبية واللي أصبحت الآن تمارس في السودان بصورة كبيرة جدا. زي ما ذكرتوا انتوا جميع معلومات طيبه عن اللعبه، حياك. ما شاء الله عليكم. واللعبه بدات سنه 1890، وكثير من الناس بيعتقدوا انه اللعبه هي صينيه باعتبار ان الصينيين هم الان المهيمنين على اللعبه في العالم، ولكن اللعبه اصلا هي امريكيه وانجليزيه، ديل الدول اللي عملوا اللعبه، وهي اصلا بدايتها كانت كشق من جانب التنس الارضي، ولكن مورست في الشتاء لتصبح داخل الصالات، فالناس استعاضوا عن الملعب الخارجي عشان يلعبوا في الداخل في الفترات الشتوية. وبعد كده تكون عدد من الاتحاد، في اتحاد كان اسمه بينج بونج، طبعا كلمة بينج بونج اللي ذكرتها في الأول هي جاي من صوت الكورة. أيوة صحيح، بونج بينج بونج. أوكي. وبعد كده تم تأسيس الاتحاد الدولي لكرة الطاولة، والصين ظهرت في صورة من الستينات، وبدأت هيمنة اللعبة من أوروبا إلى آسيا. دي خلفية كده عن اللعبة وبداية نشرتها. ولكن في أفريقيا الآن، أفريقيا عندها وجود كبير جدا جدا على مستوى العالم، وعندها لاعبين وصلوا تصنيف متقدم، لاعبين النيجيريين أقوياء جدا على مستوى العالم، نمرة 16 الآن، المصريين أقوياء جدا، لاعب عمر عصر وصل قبل كده نمرة 16، ويعني في وجود كبير جدا للعبة في أفريقيا. نعم. على المستوى الدولي. نعم. كابتن، لعبة تنس الطاولة وين واصلين الآن من مراحل، من ناحية اللاعبين، من ناحية النوادي اللي ممكن تحتضنهم وتأهلهم بشكل كبير جدا حتى يرفعوا السودان عاليا ويشاركوا مشاركات خارجية باسمنا؟ والله في الحقيقة الاتحاد الرياضي السوداني يعني وعبر الاتحادات الولائية اللي هي العمود الفقري للعبة في السودان بتنسيق كبير جدا في نشر اللعبة كرة الطاولة، ويعني دليل على هذا الكلام اللي هي بطولة الجمهورية اللي اتلعبت ابتداء من يوم 8 ليوم 11، كان الختام يوم أمس. الأندية موجودة لعبة تنس الطاولة، بالمناسبة هي من اللعبات اللي ممكن تتلعب في أي مكان، يعني الخبراء بيقول لك أي سطح هو سطح لكرة الطاولة، يعني الترابيزة إحنا ممكن نلعب فيها تنس طاولة، وهي مميزة بهذا الشيء. إذا كان الأمهات يخلوا الأولاد يلعبوا والله طبعا كل أم حريص على الترابيزة في البيت الشارع. يعني حتى صحيح بتكسر لي العدة يعني الله يعينهم. صحيح. وزي ما ذكرت أنت في الأول إنه هي في الكافيهات موجودة، ويعني حتى إحنا في الاتحاد العام يعني عندنا مشروع طموح جدا جدا إنه مع بعض الشركات إنه حنعمل طاولات إسمنتية
في المدارس وفي الساحات العامة، على أساس إنه اللعبة تكون أكثر انتشارا للعامة، وبعد كده لما الناس تلعبها كثير حيجونا محترفين وراغبين يلعبوا على المستوى. حنجي لتفاصيلها وتفاصيل البطولة معك، لكن كابتن أحمد في كرة القدم، في الكرة الطائرة، إذا كان الكرة الشاطئية وكرة اليد، ليه اخترت تنس الطاولة بين كل الرياضات اللي موجودة؟ والله أنا أصلا زمان كنت بلعب كورة، يعني تعلمت التنس دي من 2015، يعني لما تعلمتها يعني حبيتها يعني شديد، لعبة سمحة وراغية، ما زي الكورة متعبة وتراب نظيف يعني لعبة كويسة شديد، يعني ذاتها لعبة يعني للرياضة كويسة شديد، يعني لياقة أكثر من الكورة واجتهاد أكثر من الكورة. يعني في السودان احنا عشان تنس يعني مجتمع ضيق شويه، يعني الزول بيسهر فيها بسرعه، بيخش المنتخب السوداني بسرعه، بيحاول يسافر برا كده بسرعه، يعني يسافر الكوره. طيب يا احمد، اي لعبه عندها صعوبات وعندها تحديات، شنو الصعوبات اللي واجهتك منذ تعلم اللعبه الى الان؟ كثير والله العظيم. زي شنو؟ ابرزها. يعني التمارين، صعوبه التمارين والصالات، يعني التواصل البدنية يعني القوية مع الجامعة مع المدارس، مدارس بيكون في عدم تواصل في اللعبة يعني. الله يوفقك إن شاء الله. كابتن عصام، البطولة وربما هي بتفتح أبواب للسودان حتى ممكن من الخارج، يعني وحتى مشاركات خارجية والتعرف على السودان بشكله الحقيقي، إنه السودان أرض الطيبة وأرض الألعاب الرياضية المختلفة، بعيدا عن ما يسمع عنه حرب وخلاف ذلك يعني. فكلمنا عن البطولة هذه، وهل أنه تم دعوة دول ثانية مثلا، شخصيات وخلاف ذلك، وكيفية التنظيم؟ بطولة الجمهورية رقم 17 المجمعة، وهي مجمعة طبعا يعني بسبب ما يجتاح العالم من جائحة كورونا، وتسهيلا على الولايات يعني بدل ما يمشي أكثر من مرة لجهتين مختلفات، فتكلفة والتنظيم ذاته قد يكون فيه مشقة. فعملناها مجمعة في ولاية الخرطوم في الفترة من 8 إلى 11، كانت في صالة الصحافة. البطولة هي مؤهلة للبطولة العربية اللي حتقام في الأردن بعمان شهر أغسطس القادم، ومؤهلة هي البطولة العربية أيضا مجمعة، لأنه كانت بطولة الأندية العربية والبطولة العربية المنتخبات والفردي. كانت منتخبات والفردي المفروض تتعامل في لبنان في بيروت من شهر 2 السنة الفاتت، ولكن حتتعامل في أغسطس نسبة للظروف اللي بمر بها العالم كله. واتعملت مجمعة أيضا في الأردن لنفس الأسباب اللي ذكرتها. فبالتالي هذه البطولة بنختار منها الفريق القومي السوداني، لاعبين من فئة الفردي من الرجال والسيدات، ونختار منها الأندية اللي هي حتمثل السودان في بطولة الأندية العربية. وأيضا عندنا استحقاق دولي آخر حيكون في الكاميرون في البطولة الأفريقية في شهر 9 إن شاء الله بإذن الله تعالى. إن شاء الله. طيب كابتن، أنواع التنافس من حيث عدد اللاعبين؟ أنواع التنافس طبعا يعني إذا جيت أتحدث لك عن البطولة بتاعتنا ونخليها حديث عن البطولة وعن أنواع التنافس، بدينا مثال جيد جدا. عندنا إحنا في بطولة الجمهورية كان في 8 منافسات مختلفة، فيها بطولة الأندية للرجال، وبطولة الأندية للسيدات، وبطولة الفردي للرجال والفردي للسيدات، والبراعم والشباب والناشئين و زوجي الرجال. دي نوعية المنافسات، الفئات المختلفة، الفئات العمرية، البراعم أقل من 12، الناشئين أقل من 15، 18 فأقل هم الشباب، ثم الرجال 20 وأعلى. طيب في شروط بتتعلق بالرياضة البدنية دائما أو اللياقة البدنية عفوا؟ هي طبعا كل الرياضات فيها لياقة بدنية عامة، بعد كده حسب الرياضة اللي أنت بتلعبها. يعني عندنا في تنس الطاولة بيقول لك السبيد، السرعة في كل شيء، في الحركة، في التفكير، في اتخاذ القرار، السرعة في كل شيء يعني. والتوقعات ده واحد من التوقع حيجيك اليوم. في حاجة اسمها الانتسيبيشن، التوقع، لأنه يعني انت الضربة اللعبة دي سريعة جدا جدا، يعني انت احيانا ما بتقدر تحصل الكورة بعد ما تشوفها، لأن لما تشوفها هتلقاها مشت، فلازم تتوقع هي جاية وين. أيوة. لأنه الكرة الطاولة هي أسرع لعبة كرة من بين الكرات. طيب حنجي للتفاصيل. كابتن أحمد، أنت حتدخل منافسة وحتمثل السودان،
في منافسات عربية كبيرة جدا، هل حضرت حالك لأنك أنت بتكون شاهدت وشفت كيف مهارة العرب خاصة في هذه اللعبة تحديدا وشكل المنافسة قوي جدا؟ أيوة الآن إن شاء الله نازلين إعدادات بتاع التمارين ومعسكرات مقفولة إن شاء الله، ربنا يوفقنا إن شاء الله نقدر نمثل السودان. لاعب بتتمنى تكون زيه أكثر بيمارس لعبة البينج بونج؟ طبعا الصيني اسمه معلوم صيني إيه؟ يعني بطل العالم يعني في التنس الطاولة واسطورة في التنس. يا سلام، ان شاء الله توصل المرحلة بتاعته بل اعلى وتمثلنا دائما المشاركات الخارجية باسم السودان يا احمد. ان شاء الله ان شاء الله يا رب. طيب نصائح يا كابتن للمقبلين على هذه اللعبة والحابين يتعلموها يعني. لعبة كرة الطاولة هي من اللعبات زي ما قال ولدنا أحمد، هي من اللعبات الجميلة جدا جدا، واللي زي ما ذكرت تتلعب في أي مناطق بسهولة. ونصيحتي لهم إنه كل رياضة وكل لعبة وخاصة تنس الطاولة عايزة صبر صحيح واجتهاد. يعني الواحد إذا عايز يلعب لمجرد اللعب بطريقة عادية ممكن يلعب أي حاجة، لازم الاستمتاع باللعبة، ولكن الاستمتاع باللعبة والمجهود، يعني اللاعبين اللي وصلوا مراحل متطورة وأخذوا كأسات البطولات وهكذا ما بيفرقوا عننا غير بالصبر والتمرين، أقل حاجة 6 ساعات في اليوم. يا سلام، من يفعل هذا سيكون بطلا لإفريقيا والعرب والعالم. طيب مثال حي جدا، تحية لإخواننا المصريين في كرة الطاولة، عندهم لاعبة عمرها 12 سنة الآن 13 سنة أخذت بطولة الجمهورية المصرية والآن هي المصنفة الأولى على مستوى العالم. طيب تمام، تفاصيل البطولة سيد عصام، الفريق المشارك، عدد اللاعبين إذا كان رجال أو حتى من النساء، حتى نطمئن على كامل الجاهزية بالنسبة لمن يمثل السودان في لعبة تنس الطاولة. نعم، الآن بالمناسبة الفرق المشاركة في بطولة الأندية، نادي الأمل عبرة من ولاية نهر النيل هو النادي الأول، و سلام الديل كرة قدم وطاولة ما شاء الله. نعم، فنادي الأمل عبر بالمناسبة شارك في البطولة الأفريقية الأخيرة اللي كانت في تونس وعمل إنجاز كبير، يعني دخل وصل مرحلة ما عمل نادي قبل كده، كان شارك نادي الأمل ونادي الهلال السوداني أيضا، وحازوا يعني على احترام وحصلوا على تصنيف، يعني صحيح ما هو تصنيف متقدم جدا ولكن تصنيف يحسب لنادي الأمل، فتحية من هنا لأخواننا نادي الأمل ونهر ولاية نهر النيل. في الحقيقة ولاية نهر النيل هم كان أكبر وفد مشارك في بطولة الجمهورية الحالية، وما يميز الوفد يعني ليس عدد فقط، اللي هو أيضا هم فازوا بالكأس العام للبطولة. لاعبين الفردي الأوائل هم كانوا من ولاية نهر النيل، لاعبين الفردي الأوائل من السيدات كانوا من نهر النيل، لاعب فئة الناشئين الأول والثاني كانوا من نهر النيل. ما شاء الله، فتحية كبيرة لاتحاد نهر النيل بيقوم يعني مجهود كبير، وتحية أيضا لأخواننا كل الذين شاركوا في البطولة، أخواننا من شمال دارفور وشرق دارفور، وشاركت من عديد من الأندية. تمام، تبقت لنا دقيقتين فقط، أنه نعطي أحمد أقل من دقيقة. أحمد حضرت حالك، شايف نفسك أنك أنت مؤهل تأهيل كامل، جاهزية قصوى علشان تدخل هذه المنافسة حتى يطمئن عليك المشاهد ونطمئن على السودان ويرفرف على السودان في هذه البطولة عربيا. إن شاء الله جاهزين، والتمارين لسه مواصلة، وحتى سواد البرامج طالعين ماشيين نتمرن طوال يعني ان شاء الله، واذا قال شغاله مع كوتش الدرديري ايوه هو ذاته رئيس نادي دائما التعايش، لانه احنا مسافرين البطوله لاعبين زوجي الزوجي والفرق باسم نادي التعايش، انا وكباتن وهاج وهاي صابر وحاتم احمد، هم ديل معي كانوا في الفريق، وجينا في الفئه الثالثه في الفريق في بطوله الجمهوريه، وجينا على الزوجي المركز الثالث برضه. نعم ان شاء الله التمارين مواصله يعني ان شاء الله. كابتن عصام، محور اخير وسريعا جدا، ما ميز البطوله الاخيره؟ كثير لكن يعني سريعا جدا صعبه. البطوله دي مميزه بحيات كثيره جدا جدا مختلفه، بانها مجمعه متميزه بالعدد الكبير من بناتنا الانسات والسيدات اللي شاركوا في البطوله، والمستوى العالي جدا اللي لفترات طويله ما كان موجود، متميزة بوجود براعم جميلين ناشئين، بأنه كان في عدد كبير مشاركين أكبر من 100 مشارك، متميزة بأنه في ولايات من غرب السودان من شمال السودان من شرق السودان، من يعني البطولة كانت متميزة جدا، ولازم طبعا أنا أحيي الفريق العامل كله
ورئيس الاتحاد الاستاذ عبد الرحمن سالم، ايمن الشاذلي رئيس اللجنه العليا للبطوله، واحمد عبد الله سكرتير الاتحاد، وكل الاخوان اللي ساندونا في البطوله. واسمحوا لي اذا في وقت، انا عايز احيي يعني بصفه خاصه جدا جدا ابني ولدي محمد عصام، حاز على فئه البراعم تحت 12 سنه، ما شاء الله هي كبيره لمحمد. تبعنا جنلوز عوام. ايوه ما شاء الله. الحمد لله رب العالمين. الحمد لله. هذا الشبل من ذاك الاسد. الحمد لله. ربنا يحفظ. هذا الاسد من ذاك الاسد. ممكن صحيح. بس هو شبل يعني قال اصغر من 12 عام ما شاء الله عليه. ربنا يوفقه ان شاء الله، ويعني كل تحياك عبرنا توصل. ان شاء الله كابتن عصام البدوي، سعدنا بك جدا عبر هذه المساحه. احمد محمد عبد المجيد، ربنا يوفقك ان شاء الله وترفع اسم السودان عاليا يا رب. محمد، دي كانت واحده من فقراتنا اليوم، والقينا الضوء على بطوله الجمهوريه لتنس الطاوله. هنشوف بعد الفاصل فقره جديده بضيف مختلف، خليكم معنا.